هو الشيخ أبو العباس ياسين العدني حفظه الله تعالى، مدرس العقيدة في دار الحديث بدماج في عهد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، وهكذا بعد ذلك بعد موته استمر في تدريس العقيدة لطلاب العلم، وكانت حلقته من أكبر الحلقات في دار الحديث بدماج. وهكذا بعد أن حصلت الفتنة من قبل يحيى الحجوري وأخرج طلاب العلم من تلك الدار، نزل حفظه الله إلى معبر، ولكنه لم يرتح في ذلك المركز لما وجد من مخالفات عند محمد بن عبد الله الإمام، ولكن لا يسابق العلماء، وإلا قد كانت ترى وتسمع مخالفاته، لكن كان طلاب العلم يتأدبون ولا يسابقون العلماء الكبار في الحكم على فلان أو فلان بأنه مبتدع أو بأنه خرج من دائرة أهل السنة، فهذه أحكام يصدرها العلماء الكبار. فنزل حفظه الله إلى مركز الفيوش، ونزل قبل ذلك إلى عدن، وكان يدرس في مسجد الصحابة وينفع أو نفع الله به في تلك المنطقة، يدرس في النحو ويدرس في العقيدة ويدرس في التوحيد، جزاه الله خيرا وتقبل الله منه. ثم انتقل إلى دار الحديث بالفيوش، عندما كان مركز الفيوش يتبع كبار أهل العلم، فكما نعلم جميعا أن طلاب العلم توجهوا إلى هذا المركز لما أثنى عليه كبار العلماء كأمثال الشيخ العلامة حامل لواء الجرح والتعديل في هذا العصر الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، وهكذا الشيخ العلامة الوالد عبيد الجابري، وقد توجه طلاب العلم إلى ذلك المركز، بل بعضهم ترك مسجده وذهب إلى تلك أو إلى ذلك المكان ليطلب العلم عندما عرف الناس وعرف طلاب العلم أن هذا المركز مع كبار أهل العلم. وفعلا كان في بدايته كذلك، كان في بدايته كذلك، حتى على مستوى لبس النعال في المركز استفتي كبار أهل العلم، هل نصلي بالنعال في مسجد الفيوش؟ فجاءت الفتوى أنه ينبغي أن لا نصلي بالنعال، لأن هذه المساجد قد فرشت بالقطف وبالموكت الغالي الثمن، فإذا سمح بتطبيق هذه السنة ربما أدى إلى مفسدة، وهو إفساد تلك القطف وتلك الفرش الغالية الثمن. على هذا المستوى في مثل هذه المسألة أيضا كان يرجع لكبار أهل العلم. وانتقل حفظه الله إلى ذلك المركز، وكانت حلقته أكبر حلقة في مركز الفيوش بعد الحلقات العامة، ونفع الله عز وجل به، وكنت ممن درس عليه حفظه الله تعالى في العقيدة، فنفع الله عز وجل بهذا الشيخ الفاضل الذي من مميزاته ومن أخلاقه الواضحة التواضع، نحسبه كذلك والله حسيبه، وهو لا يحب مثل هذا الكلام لكن نعرف الناس به. فكانت حلقته أكبر حلقة في الفيوش بعد الحلقات العامة. نعم، فلما تفاجأ طلاب العلم أن مركز الفيوش قد وقعت ورقة بأنه تابع لمحمد الإمام، كانت مفاجأة وكانت قاصمة الظهر. ثم أحدث محمد الإمام هذه الفتنة العظيمة التي فرقت الأخوة وفرقت المساجد وقسمت الناس وشتتت الجمع وفرقت الكلمة، من اتفاقه مع الحوثة
ونصرته لعفاش وتخذيله لقتالهم والدفاع عن الحوثة والدفاع عن عفاش في خطبه في محاضراته في كلماته إلى يومنا هذا. نعم تفاجأ طلاب العلم أن مركز الفيوش تابع لمحمد بن عبد الله الإمام، فخرج طلاب العلم من هذا المركز ممن جاءوا، لأن هذا المركز أسس من أول يوم على أنه بإشراف العلماء الكبار. وفعلا أول من حاضر في مركز الفيوش في المسجد القديم هو الشيخ الوالد العلامة عبيد الجابري حفظه الله تعالى وشفاه الله وعافاه من كل سوء، والناس تعلم هذا والناس تعلم هذا. وكان مشايخ الوصية أمثال الإمام أمثال البرعي وغيرهما كانوا يحذرون من هذا المركز، وكانوا يأمرون الناس ببيع بقعهم وأراضيهم، لكن الناس تناست أو نسيت أو تناست ما فعله هذان الاثنان محمد الإمام وعبد العزيز البرعي من التحذير والتثبيط عن مركز الفيوش، وقام عليه ودعم هذا المركز وأثنى عليه وشجع القائمين عليه المشايخ الكبار ربيع وعبيد اللذان تنكر لهما اليوم أصحاب الفيوش، تنكروا لهم بطريقة أو بأخرى، تنكروا لهم بطريقة أو بأخرى، تنكروا لهم إما في مجالس عامة أو في مجالس خاصة، إما في محاضرات أو من وراء الكواليس إن صح التعبير. فلما عرف طلاب العلم ومنهم الشيخ ياسين أن هذا المركز يتبع لهذا المبتدع الضال جسر الرافضة محمد بن عبد الله الإمام، خرجوا وتركوا المركز وجاءوا عدن، ونفع الله بهم فأقاموا الحلق وأقاموا الدورات في مسجد الإيمان في مسجد الصحابة. نسأل الله يتقبل من الجميع. وهكذا إلى أن تولى الآن إمامة مسجد زايد في منطقة عبد العزيز، وحل الخير وحلت البركة، بركة العلم وبركة العمل، وما شاء الله تقام دروس التوحيد في تلك المنطقة التي حرمت كثيرا، ما شمت نعم رائحة التوحيد، ما شمت رائحة السنة، يعني تعلم التوحيد وكتب التوحيد وكتب السنة. فهي الآن تدرس هذه الكتب في ذلك المسجد الذي جثم عليه الإخوان المسلمون قبلهم الصوفية، وهكذا جماعة التبليغ جثموا على المركز جثموا على المسجد فأماتوه. فجاء الله عز وجل بهذا الشيخ وأحيي هذا المسجد، ففيه الدروس النافعة، وطلاب العلم يقبلون على هذا المسجد المبارك. نعم نسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء. فهذه رحلة طويلة للشيخ ياسين حفظه الله تعالى إلى أن استقر في مسجد زايد إماما ومدرسا ينفع الله عز وجل به إخوانه من طلاب العلم. فهذه كلمة يعني ترجلتها ولم أعدها، لكن من باب التعريف بأمثال هؤلاء المشايخ الذين كانوا في زمن الشيخ مقبل مدرسون في دار الحديث بدماج، وهكذا أثنى على تحقيقاته حفظه الله تعالى أيضا دكاترة في الجامعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية، وما زال جزاه الله خيرا ما زال مستمرا في تحقيقاته وفي التعلم والتعليم. نسأل الله جل وعلا أن يحفظه من فوقه ومن تحته وعن يساره وعن يمينه ومن أمامه ومن خلفه، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب ممشاه، وجزاه الله خيرا على تلبيته الدعوة لإقامة هذه الكلمة الافتتاحية في هذا المسجد، جزاه الله خير الجزاء، وهكذا كتب الله الأجر للجميع.